اتفضلي. من غير سكر. شكرا. مالك؟ مفيش، بابا جالنا امبارح، كان بقالنا كتير ما شفناهوش. ما انا عارف، شفتكم. كانت قاعدة لطيفة، يعني اختلفنا شوية بس عادي. انا سمعت كل الكلام اللي قلتيه لباباكي امبارح، انا اسف على تطفلي. زيك بالظبط. هو مش نفس ده حصل امبارح؟ احنا تقريبا مشاكلنا واحدة، انت محتاجة باباكي وانا محتاج مامتي. لا بس انا مش زيك، كنت هضيع نفسي. انا اسف. لا خالص، كلامك صح. طب انت على الاقل عارف انت هتعمل ايه. انا لا. يبقى اعرفي. لو كانت سهله قوي كده كانت اتحلت. انا بخاف. ما تخافيش. انا وقت الجد ما بعرفش اتصرف. انا عملت حاجه امبارح اول مره اعملها في حياتي، قررت اتصالح مع نفسي. بمعنى؟ انا لا عمر حد حبني ولا انا حبيت حد. حطيت طاقتي كلها في المذاكره ونجحت ودخلت صيدله، وجنب النجاح والمذاكره حطيت الفلوس عشان احوش بسرعه واكبر. انا في حاجات كتير حرمت نفسي منها عشان احوش. زي ايه؟ اللبس مثلا. انا ما بجيبش لبس غير لما بزهق، وباخد لبس من بابا. خدت بالي. طاهر ومراد فاكريني بخيل. انا مش بخيل، انا باجي على حاجات عشان خاطر حاجات تانية اهم. ان افتح صيدلية مثلا. طب ما قلتليش يعني ايه اتصالحت مع نفسك؟ قررت اني مش هحط الفلوس هدف. هحب نفسي وهخاف على نفسي اكتر ما هخاف على الفلوس، وكل حاجة هتيجي بسهولة. عارفة؟ أنا نفسي أرجع أعيش الحاجات اللي أنا حرمت نفسي منها عشان أحوش. حلو اللي أنت بتقوله ده. وأنت كمان هتكلمي الراجل تعتذري له علشان ما عرفتيش تروحي امبارح، وهتروحي. لا طبعا، لا أنا مش جاهزة لحاجة زي دي خالص. أنا هدخل أقرأ نشرة قدام الكاميرا. مش عايزه اعمل كده. اللي انت بتقوليه ده، انسي كل حاجه وما تفكريش غير في حاجه واحده بس، ان انت شاطره وان ده حلمك اللي انت عايزه تحققيه. عارفه انا وانا ببيع ادويه متجدوله ما كنتش حاطط حاجه في دماغي غير ان انا اكسب وبس. لو كنت حاطط في دماغي ان انا بعمل حاجه خطر كان زمان يتقبض عليا. احنا اللي هيتقبض علينا دلوقتي. ما تفكريش في اي حاجه غير ان انت هتنجحي بس، زي ما انا نجحت وانا ببيع الادويه متجدوله. يا ابني بس بقى. مش انا هنزل. مش مشكلة، هنحاول تاني وتالت وتقدمي في حتة تانية وهتشتغلي. نجحت واتقبلت وهتمرن من الأسبوع الجاي وهشتغل كمان 3 شهور. طب انتي عاملة كده ليه؟ أنا قلت انتي ما تقبلتيش. عشان أنا مش مصدقة نفسي يا علي. شكرا بجد. أنا ما عملتش أي حاجة، انتي اللي عملتي كل حاجة ونجحتي زي ما أنا نجحت بالظبط وأنا ببيع الأدوية متجدولة. يا بس بقى اسكت. بقولك ايه، انت معاك فلوس؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.